السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم نريد نشرح طريقة استخدام الستوب ليك اللي هو هذا، يعني شلون نستخدمه بالسيارة وش وقت نحتاج يعني هذا الستوب ليك، يعني شو وقت يكون نافع وشو وقت يكون غير نافع. طبعا هذا الستوب ليك ينفع بال يعني بالليك الضعيف، يعني مثلا كل شهر او اكثر من شهر مثلا تلقيها منقصة تحتاج تشحنها، فهذا فعال جدا بها. الفوائد البي هذا طبعا له قابلية قوية على سد الليك اللي هو بالفريزرات مال التبريد وبالجاينات مال الاسواندات الناقلة للغاز، اذا كان بها مثلا تسريب بسيط تسد الليك البي، وبالواشرات المطاطية اللي هي هذه النوعية، هاي الواشرات يرجعها لحالتها الطبيعية اذا كانت يعني شبه تالفة، فبقابلية ان بمادة صبغية اللي هي الفسفورية خضراء، وممكن كشف مكان الليك بالاشعة الفوق البنفسجية الأشعة الزرقاء، بالإضافة إلى يسد الليك يعني يحتوي على مادة زيتية زيت الكمبريسر، يعني تنفع الكمبريسر بالعمل، وبالإضافة إلى أنه تكمل الغاز، يعني الغاز هو مثلا إذا كان به نقص قليل فهذا يكمل الغاز إذا عندك نقص بالغاز. فهاي المواد كلها موجودة بهاي العلبة اللي هي 80 غرام. أما طريقة استخدامها، طريقة استخدامها يعني أنا شرحتها على المقطع اللي نزلته باليوتيوب، لأن الوقت هنا ما يساعد. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، ولايك ومتابعة، شكرا لكم.